الصافي اللي في العتبه، ما تتقلش خالص اول ما تطلعوا من المترو. انا جيت هنا في مترو العتبه ليه؟ علشان خاطر هطلع امشي حته صغيره واروح داخله شارع عبد العزيز اجيب اللي انا عايزه اجيبه، من شارع عبد العزيز. فالمطاف اهي، وتكسروا يمين على طول هتلاقوا الشارع بتاع عبد العزيز من اوله كده تليفونات. انا ما رضيتش اجي من محطه محمد نجيب عشان خاطر اول الشارع من ناحيه محمد نجيب كلها اجهزه كهربائيه، انما انا رايحه عشان اجيب تليفون، عشان تليفوني باظ، فهروح عشان اجيب تليفون جديد. فقلت اخدكم معايا واوريكم بقى هجيب تليفون من شارع عبد العزيز ازاي، فموريكم العنوان بالظبط. بص يا حبايبي، انا كده في اول شارع عبد العزيز والمحل على ايدك اليمين. دخلت في شارع عبد العزيز عشان اروح اجيب اللي انا عاوزاه، بس من محل بالاخص بالاسم راديو محمد طلعت. فخلي بالك من شنطتك كويس قوي ومن تليفونك. الشارع بيبقى زحمه وفي ناس بتوقفك على اول الشارع، اتفضلي تعالي شوفي عاوزه ايه. لا مالكيش دعوه بيهم، اعرفي انت رايحه فين والمكان الثقه واللي كويس جدا تروحي تجيبي منه. انا جبت من المحل ده لقيته ان هو كويس وسمعته كويسه والناس كلها بتقول عليه ان هو كويس، فتعاملت معاه. والتليفون الحمد لله جبته عشان خاطر اكمل المسيرة في القناة بتاعتي دي، والله المستعان. المكان على فكرة بيبقى زحمة جدا، فخلي بالك عشان المكان بيبقى زحمة على طول، والكمامة يا ريت تكون على بقك على طول. السلام عليكم. نتعرف باسمك الاول. ابراهيم. معلش بقى الكمامات عاملة كده صدى صوت، فانا دلوقتي جاي اشتري من عندكم تليفون، فكل الناس بصراحة شكرت في المحل ده، فانا قلت اجي اشتري من عندكم تليفون لان تليفوني باظ. ماشي، بس انا عايزة بقى اي حاجة اوبو، تقول لي سعر اوبو ايه اقل حاجة، لان انا امكانياتي يعني اوبو عندي حاجة مشتري معاكي من 2050 بعد كده هتعلي معاكي على 3000. بص انت على قد ما تقدر علي صوتك عشان الكمامة مغطية الصوت خالص. بتبتدي من 2050 وبتطلعي 3800. 3300. طب ممكن توريهم لي؟ طيب هو انا امكانياتي مش كده خالص. ثواني يا جماعة هيفتح لنا اهو. بصوا الاشكال اهي، يعني هو يفتح احنا كده عند اوبو. ما شاء الله ده اوبو. ده اقل حاجه. ده شكله يا جماعه، ده اقل حاجه قلت لي. ده الوسط مش الرينج الوسط. 3 كام؟ 3800. افاصل. بصوا يا جماعه احنا هنشوف التليفونات مع بعض، بس الاسعار يعني هيقول لنا بتتراوح من كام لكام، يعني الاوبو بيبدا من كام لغايه كام اعلى حاجه؟ الاوبو بيبدا من 2000 حتى 8000 جنيه. من 2000 ل 8000 جنيه الاوبو ده اعلى حاجه. اعلى حاجه ده الاوبو 8000 كام؟ نوع ايه؟ 3 برو. طيب متهيألي هو ده ولا لا؟ اللي هو ده، اللي هو ده، ده اعلى حاجه في اوبو. طيب انا بقى وريني كده اللي انا عايزه. انا بص حاجه في حدود 3000 تكون على قدي، وانا عامله قناه على اليوتيوب عايزاها تستحمل معايا. ماشي، وعايزه تستحمل مع الصور وكده يعني، فانا شوف لي حاجه في حدود 3000 جنيه امكانياتي انا. ممكن ارشح لك الرينج 6 واي. رينج. طب ممكن توريه لي؟ معلش معلش، اصل انا عامله لسه جمعيه يا جماعه ولسه قبضاها، فهي دي اللي ايه جايه اشتري بيها التليفون. ده نوعه ايه؟ ده رينج 6 واي. حضرتك هي برام 3 ذاكرة 64 بطارية بتاعته 5000 ملي امبير، فصل جورج تايب سي، شاحن بتاعه 18 واط، شاشة 6.5 بوصة، البروسيسور بتاعه في 80 تي. وده سعره في حدود ال 3000 اللي انا عاوزاه. يعني ده هيستحملني في اليوتيوب؟ طبعا. في الصور انا عايزة حاجة تستحملني في الصور في الفيديوهات. حضرتك واخدة حاجة البروسيسور بتاعه جي 80 تي، البروسيسور بتاعه عالي. ده توكيل ايه؟ توكيل
اوبو. يعني هو مضمون اوبو بالظبط كده؟ لا دام مضمون اوبو يبقى حاجه كويسه. طيب خلاص ماشي، يعني دوت في الحدود اللي انا عاوزاها بالظبط. بالظبط كده. في الظهر دوت كده، وفي الشكل الثاني الابيض. وريني كده ثواني، امسك ده كده اهو، هي الصوره معوجه. بصوا في منها الابيض اللون ده مش موجود، وفي الزيت هو ده كده اللي موجود عندي. طيب خلاص ماشي، انا ده بس هاخده على ثقه. انا جايه هنا والله العظيم ثلاثه، الناس كلها بتشكر فيكم، ما رضيتش اخد من المحلات اللي قدام لانهم كلهم بيقولوا المحل ده ثقه وبسم الله ما شاء الله. يعني ربنا يخليك والله، ربنا يخليك. هم كلهم واثقين ان انتوا ما بتلعبوش في الاجازه ولا بتعملوا حاجه خالص، يعني بجد انا جايه عن سمعه، فهاخده على اساس ان انا قلت لك ان انا فاتحه قناه على اليوتيوب وعايزه اتصور بيه وعايزه ارفع عليه فيديوهات وكده، يستحملني. ومعلش هي الامكانيات مش قوي، بس ربنا يكرم واجي اجيب بقى اللي ب 8000 وكده. يعني شكرا يا استاذ عمر، ربنا يخليك وشكرا قوي.